محمد طيب بوشيبا، منسق الوطني لمنظمة متقي الشهود. بالنسبة لنا هذه الواقعة هي بحقيقة صدمة. صدمة لماذا؟ لأن ليس من حيث يعني الواقعة، لأن يعني الاعتداءات الجنسية أصبحت تقريبا المجتمع طبع معها شيئا ما، ولكن الأخطر من ذلك هو هذا التمادي وهذا يعني الاعتداء الجنسي على طفل في النهار، في واضحة النهار أولا، وفي مكان عمومي وأمام أنظار الناس. هنا هذا هو التجاوز الخطير الذي مارسه هذا الشخص هذا المتهم، وهو طبعا اعتدى على هذا الطفل أمام الناس. وهذا الاعتداء حقيقة هي جريمة أصبحت مركبة. علاش مركبة؟ لأنها أولا اعتداء على الطفل، هذا كعرض الطفل قاصر واحد، ثانيا أنها خدش الحياء العام، ثالثا أنها جريمة اللي يعني كتمارس في واضحة النهار، وهذا ربما هذا الشخص المتهم الآن بأكثر من تهمة. ثم أنه شخص له سلطة على هذا الطفل، بمعنى أنه معه في المخيم، وكذلك هو مدرب كروي ديالو. وحنا هنا حسب هذا الشيء، هذا حسب ما صرحت به أم أحد الضحايا، بأن الوليدات ديالها كانوا في المخيم اللي هو كان كينظمو هذا السيد، مدرب رياضي في نفس الوقت. فمادام أنه عنده سلطة عليهم، فالتهمة اللي كيمكن الآن يعني لصيقة بهذا السيد هي ما يسمى بالتجار بالبشر. ماذا التجار بالبشر؟ لأنه أولا عنده السلطة، الطفل لا يمكن يعني أن يشتكي لمن سيشتكي، لأنه هو المونيتور دياله، هو رئيس الجمعية، وهو اللي منظم هذه الخرجة. العقوبات المناسبة هي العقوبات اللي نص عليها قانون التجار في البشر. الآن إذا طبقنا ما المغرب الآن خطأ خطوات مهمة في مجال تطبيق العقوبات المرتبطة في المتاجرين بالبشر، فالعقوبة اللي هي تنطبق عليه العقوبة ديال التجار في البشر اللي هي راها تقريبا كتوصل حتى 30 سنة. هذه دعوة اللي هي مطبقة في بعض الدول، أن الإخصاء سواء الإخصاء الكيماوي الميكانيكي الجراحي فهو معروف، بعض الدول تنادي به وطبقته حتى بعض الدول، ولكن بالنسبة للمغرب فهناك خطوات يجب أن تحقق. أولا أن نبدأوش بالإخصاء، خصنا قبل الإخصاء خصنا أولا أننا نطبق الحماية، يعني حماية الطفولة. ثم المسألة ديال القضاء على هاد المخيمات العشوائية، ثالثا حتى المخيمات المنظمة كتم فيها انزلاقات من هذا النوع، وخصنا أننا نكون هناك مراقبة لصيقة، وهناك لجان تفتيش سواء تعلق الأمر بالوزارة الوصية أو تعلق الأمر بمراكز وما يسمى بمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفروع ديالو الجهوية، تهي تراقب المخيمات اللي كتكون في المدينة اللي كتنظم فيها المخيم. فهنا خصنا حتى السلطات العمومية خصها تكون عندها عين على هذه المخيمات، يعني ما نحملوش مسؤولية المخيم والمنظم لهذا المخيم فقط، بل حماية الطفولة هي مسؤوليتنا جميعا. كل من رأى شيئا رأى منكرا خصنا نغيروه. التغيير كما قامت هذه السيدة ولو أنها خالفت القانون، صورت حسب القانون الجديد أنها صورت بالفيديو واتقت هذه السيدة صورته بدون إذن، ولكن أنا كان أعتبره هذا عمل نضالي قامت به هذه السيدة، هذا عمل شجاع، لأنها واتقت واحد الجريمة لو ما كانش واتقتك وراه مرت كما مرت الجرائم الأخرى التي نراها في الشارع، نرى الاعتداءات، نرى بعض المرات التحرش، نرى كثير من الممارسات اللي هي غير قانونية ونغض عنها الطرف. وهذا طبعا أنا أشجع الناس أنه يبلغوا، وشجع الناس أنه تكون كذلك هناك رقم ديال الشرطة أو رقم أخضر اللي نبلغوا عليه، وتحضر الشرطة على الفور باش يمكننا أننا نوصلوا إلى مغرب جدير بأطفاله، ونوصلوا إلى الحماية الحقيقية للطفولة. أولياء الأمور، أولا أنا أحمل مسؤولية هذه الأمهات اللي عطاوا ولادهم من هاد الناس. المخيم ماشي أي كان يقدر يدير مخيم، المخيم هو معسكر اللي هو منظم، وفيه ناس اللي دي مونيتور ولا المؤطرين او المنشطين اللي هما متخصصين. ماشي اي كان يمكن له يجي يدير المخيم، ماشي اي كاي واحد ما صابش عمل عايد يباني به نعملوه مونيتور يدرب لنا الدراري. هذا راه فيه مقاييس، فيه تدريبات، فيه شواهد
عاد كيمكن تعطى لهاد الناس. وهاد الناس اللي عندهم الشواهد وعندهم الكفاءة كذلك خصهم يكونوا تحت المراقبة. خصنا المخيمات تكون كلها فيها دي كاميرا، يكونوا عند الآباء الإمكانية أنهم يراقبوا ولادهم عن بعد، أو لا ما يكونوش هاد المخيمات من الأفضل. لماذا؟ لأن إذا كانوا مخيمات تهتك فيها عرض الأطفال وتهتك فيها يعني الكرامة ديالهم، لا داعي لهاد المخيم، لأن المخيم هو تدريب على تحمل المسؤولية، هو التدريب على التنشئة الحقيقية بعيد على الأسرة، ويكون هناك تناغم ما بين المبادئ اللي كتطي الأسرة والمبادئ اللي كتطي المخيم. ما يكونش تعارض، ما تكونش فوضى، ما يكونش قمع، ما يكونش استبداد داخل المخيم، ما يكونش تمييز داخل المخيم. خصا نعيش واحد الجو في المخيم اللي يكون أولا فضاء اللي هو يعني معمول للطفولة بس تدوز في المخيم، ماشي أماكن تعذيب، ماشي مخيمات اللي فيهم حرارة مرتفعة وما كاينش مراقبة، والتغذية هي ربما كتبدأ مزيان وكتسالي كما كنعرفوا كاملين. إذا اللي خصنا إما تكون شروط متوفرة وإما ما نعملوش قاعد مخيمات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.